قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فهذا مجلس للإجابة على الأسئلة الواردة لإخواني في قناة صفا، وفقهم الله لي كل خير، أستعين بالله للإجابة عليها وما توفيقي إلا بالله. سائل يسأل: هل طواف الوداع يجب على المعتمر أم لا؟ الذي أختاره من أقوال العلماء في هذا الصدد أن طواف الوداع لا يجب على المعتمر، وإنما قاله النبي عليه الصلاة والسلام وقال به في الحج، إذ قال: لا ينفر أحدكم حتى يكون آخر عهده بالبيت الطواف. والله أعلم. يسأل سائل: هل ثبتت هذه الزيادة، زيادة النهار، في حديث صلاة الليل والنهار مثنى مثنى؟ أقول بالله التوفيق، هذه الزيادة شاذة، زيادة النهار في حديث صلاة الليل والنهار مثنى مثنى زيادة شاذة، والله أعلم. يقول: هل تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم بكرا غير عائشة رضي الله عنها؟ أقول وبالله التوفيق، لم يتزوج النبي صلى الله عليه وسلم زوجة بكرا غير عائشة رضي الله عنها، وقد امتدحها ابن عباس بذلك فقال: ما تزوج النبي بكرا غيرك يا أم المؤمنين. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. نعم، وصلك يا شيخ؟ معليش. تفضل. والله يا شيخ حبيت نسأل على الآية الكريمة اللي يقول فيها ربي سبحانه على أبو بكر الصديق والنبي صلى الله عليه وسلم في الغار. ما شأنها؟ التفسير تاعها، لأن الشيعة يقولوا باللي أبو بكر الصديق كي نزلت السكينة نزلت على النبي عليه الصلاة والسلام. يا أخي الكريم، يا أخي الكريم، تكرر السؤال هذا كثيرا، والله يقول في كتابه الكريم: إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما ظنك باثنين الله ثالثهما. بارك الله فيك. يسأل سائل عن مكث المعتدة من وفاة الزوج في بيت الزوجية، هل تلزم من مات زوجها أن تعتد في بيت الزوجية؟ أقول وبالله التوفيق، تلك مسألة خلافية بين العلماء، والذي أختاره من أقوالهم أنها تعتد حيث شاءت، وهذا قول علي وعائشة وجابر وابن عباس أن المتوفى عنها زوجها تعتد كيف شاءت، وحديث امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله ضعيف، وبالله التوفيق. السلام عليكم. ألو. السلام عليكم. ألو. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. رجعنا عندي دكان، عندي دكان، وبعدين وحال عليه الحول ده ربرق الزكاة بتاعته. نعم. وبعدين عندي فقراء. أعد سؤالك بإيضاح. دكان
دكان؟ عندي بغالة وجارب رقم الزكاة دخل عليها الحول. الدكان وزكاة المال. أقول الدكان نفسه كمبنى ليست عليه زكاة، والأصول الثوابت في المحل ليست عليها زكاة، فالرفوف، الأدراج، الثلاجات، الفريزرات، المكاتب، كل ذلك ليس عليه زكاة، إنما الزكاة على البضاعة الدائرة التي تباع وتشترى إذا بلغ ثمنها النصاب وحال عليها الحول وجبت فيها الزكاة، وبالله التوفيق. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم. ممكن لو سمحت يا شيخ تفسر لي الآية رقم 4 في سورة المائدة؟ يعني إيه الذي تريدين؟ ما الذي تريدين؟ يسألونك ماذا أحل لهم، عشان عايز أعرف الكلاب نجسة ولا مش نجسة؟ يسألونك ماذا أحل لهم، قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله شديد العقاب. فالصيد الذي اصطادته الكلاب المعلمة حلال بتحليل الله له وبتحليل رسول الله صلى الله عليه وسلم له، وبالله التوفيق. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام. عليكم السلام. يا شيخ. نعم. هل كل من لا يحكم بما أنزل الله كافر كفرا مخرجا عن الملة؟ الذي يحكم بغير ما أنزل الله إن كان مستحلا لذلك أو يرى أن حكمه أفضل من حكم الله أو يساويه فهو كافر كفرا مخرجا من الملة. أما إذا كان يحكم بغير ما أنزل الله جاهلا أو مكرها أو مضطرا فكفر دون كفر، أو كان رغبة في الدنيا أيضا فكفر دون كفر، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. يسأل سائل عن تفسير قول الله تعالى ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء. أقول وبالله التوفيق، خطبة معلوم أن المرأة التي مات عنها زوجها لا يحل زواجها في عدتها من وفاة الزوج وهي 4 أشهر و10 أو إلى أن تنقضي العدة عند الحوامل بوضع الحمل، ولكن يجوز التعريض كأن تكون المرأة مثلا طويلة سمراء. فيقول شخص أتمنى من الله أن يزوجني امرأة طويلة سمراء، هي تقول لعل الله أن ييسر لك، فهذا نوع من أنواع التعريض، والله أعلم. هل ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمر في رجب؟ أقول لم يثبت ذلك، والمروي عن ابن عمر في ذلك وهم فيه عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، وأنكرت عليه عائشة رضي الله عنها ذلك، وبالله التوفيق. يسأل هل هناك كراهية الزواج يوم الجمعة؟ أقول وبالله التوفيق، ليست هناك كراهية للزواج في يوم الجمعة، بل كل ذلك جائز. ويتبع ذلك أيضا بسؤال، هل يكره الزواج في شوال؟ أقول أيضا لا يكره الزواج في شوال، إنما هذه كانت معتقدات عند أهل الجاهلية. وعائشة رضي الله عنها تقول لقد بنى بي الرسول صلى الله عليه وسلم في شوال، فأي نسائه كانت أحظى عنده مني، رضي الله عنها وأرضاها. يسأل عن حديث من مات يوم الجمعة وقي فتنة القبر هل يثبت؟
لا يثبت هذا الخبر ولا يثبت في الوفاة يوم الجمعة، في فضل الوفاة يوم الجمعة حديث بسند ثابت، والله أعلم. سائل يسأل يقول: قمت من نومي ورأيت رأيت آثار الجنابة مع أني لم أرى شيئا في منامي، لكني رأيت الأثر على الثياب، هل أغتسل؟ نعم عليك أن تغتسل لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: نعم إذا رأت الماء. فالعبرة برؤية ماء المني، سواء رأيت في منامك شيئا أو لم ترى، والله أعلم. يسأل سائل: هل يجوز أن يبيت الزوج في غرفة والزوجة في غرفة أخرى وعن تراض منهما؟ لا مانع من ذلك ولا بأس بذلك، وقد دل على الإباحة قوله صلى الله عليه وسلم: فراش للرجل وفراش للمرأة والثالث للضيف والرابع للشيطان، وبالله تعالى التوفيق. يسأل سؤالا: هل يجوز للرجلين الدخول على امرأة وهي مستترة لحاجة في البيت، يعني اثنان من السباكين مثلا، هل يجوز دخولهما البيت في حال غياب الزوج لكن الزوج أذن في ذلك؟ أقول وبالله تعالى التوفيق: نعم يجوز، لأن الخلوة قد انتهى قد انتفت، الخلوة قد انتفت، فإذا كانت الفتنة مأمونة جاز دخول الرجلين للعمل في البيت في وجود المرأة ما لم يكن هناك اختلاط، ما لم يكن هناك اختلاط، ما لم يكن هناك اختلاط ولا فتنة، والله أعلم. يقول السائل: كيف الجمع بين ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أن صلاة الرجل في جماعة تعدل 27، وصلاة ورواية أخرى تعدل 25 ضعفا إذا من صلاته وحده، ورواية ثالثة تعدل 21، كيف الجمع بين هذه الروايات؟ أقول وبالله تعالى التوفيق: وجه الجمع أن يقال كما قال العلماء أن هذا متوقف على عدد المصلين من ناحية، وتسوية الصفوف من ناحية، وحسن قراءة الإمام من ناحية، فهذه بعض الأمور التي تؤثر في التضعيف، والله أعلم. السلام عليكم. يسأل سائل: هل الجمعة سنة بعدية؟ ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا صلى بعد الجمعة وأحيانا صلى بعد الجمعة ركعتين، أما التفصيل الوارد في أنه كان إذا صلى في المسجد صلى أربعا وإذا صلى في البيت صلى ركعتين، فهذا من فعل ابن عمر رضي الله عنهما ليس من فعل النبي عليه الصلاة والسلام. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت يا شيخ، زوجي كان عاوز يدخل في شغل، وعشان يدخل الشغل ده لازم بيدفع مبلغ معين من الفلوس، موقف الفلوس دي ايه؟ هذه رشوة ولا تجوز الرشوة، بارك الله فيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. لو سمحت يا شيخنا، التبرع لعربية نقل الموتى بالمساجد تعد من الصدقة التجارية، على أساس إن بتطلع بسعر رمزي للنقل عشان البنزين والسائق وكده يا شيخنا. نعم، التبرع
بمال لنقل الموت لسيارة نقل الموتى يعتبر من الصدقات الجارية إن شاء الله. بارك الله فيك. يسأل سائل يقول: قرأت قرآنا وكنت خاشعا في التلاوة، هل يجوز لي أن أهب ثواب هذه القراءة لوالدي؟ أقول وبالله التوفيق، لم يرد ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله، تفضل. حياك الله، حبك الله يا شيخ. حبك الله الذي أحببتنا له. وأطلب منك أن تدعو لابنتي طيف عندي أبو شيخ خليل، الله يجزيه الخير، أنا سعيد من اليمن. الله يبارك فيك ويحفظكم. يسأل سائل يقول: هل الأفضل، وأنا متزوج، السائل يسأل، أن أحرص على كثرة الإنجاب أم أقلل الذرية مع إحسان تربيتهما؟ يعني يقول: إذا أنجبت ولدين أمنع الزوجة من الحمل بعد ذلك وأحسن تربية الولدين، أم إن كان بإذن الله متيسرا الحمل والوضع أستمر في كثرة الإنجاب؟ أقول: الأفضل الاستمرار في كثرة الإنجاب بإذن الله ما دامت صحة الزوجة تتحمل ذلك، دل على ذلك قوله تعالى ممتنا على بني إسرائيل: وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا، وقوله صلى الله عليه وسلم تكاثروا فإني مباهٍ بكم، وقوله تعالى أو قول نوح عليه السلام لقومه استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. السلام عليكم. يقول: هل يجوز للمخطوبة أن تخرج للخاطب بالحناء؟ نعم يجوز لها ذلك، فقد ورد في بعض طرق حديث سبيعة الأسلمية أنها لما مات زوجها كانت حاملا فوضعت، فلما تعلت من نفاسها تجملت للخطاب، اقتضبت واكتحلت، في بعض الطرق ذكر الخطاب ولا مانع، ذكر الخضاب ولا مانع منه، وبالله تعالى التوفيق. تسأل سائلة: هل يجوز الاستعارة ثوب من أختي أتزين به للزوج؟ نعم يجوز ذلك، ولقد كان عند عائشة رضي الله عنها ثوب تستعيره الفتيات اللواتي يقين لأزواجهن، أو النسوة اللواتي يراد إدخالهن على أزواجهن، وثبت ذلك في الصحيح والله أعلم. واستعارت أيضا عائشة رضي الله عنها قلادة من أختها أسماء، يعني للتزين بها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. السلام عليكم. الله يبارك فيك، ازيك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله. كيف حالك؟ الحمد لله. بقول لك يا شيخ، ايه حكم الشيخ يقول خد باقوالي وما تاخدش بافعالي، وحلق اللحيه ويعمل وش بالفتله؟ يا ايها الذين امنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون، لقد قال تعالى اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسكم وانتم تتلون الكتاب افلا تعقلون، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بالرجل يوم القيامة من أهل النار فتندلق أقطاب بطنه في النار فيدور بها في النار كما يدور الحمار في رحاه، فيجتمع أو برحاه، فيجتمع حوله أهل النار ويقولون يا فلان مالك،
ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ يقول نعم، ولكني كنت أمركم بالمعروف وآتيه وأنهاكم عن المنكر وآتيه، والله أعلم. سائل يسأل: هل يجوز لخطيب يخطب الجمعة أن يكلم بعض الجلساء لحاجة دعت إلى ذلك؟ نعم يجوز له ذلك، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لسليك الغطفاني لما دخل متأخرا وجلس لم يصلي تحية المسجد: يا سليك هل صليت؟ قال: لا. قال: قم فاركع ركعتين. وأيضا قال عمر لعثمان، وكان عمر يخطب وجاء عثمان متأخرا: أية ساعة هذه؟ قال: والله يا أمير المؤمنين ما زدت على أن توضأت. قال: الوضوء. وقد علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالغسل هذا، والله أعلم. سائل يسأل: ما الدليل على جواز كتابة الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مع ما ورد عنه: من كتب عني شيئا سوى القرآن فليمحه؟ أقول وبالله التوفيق أن الأدلة ما يلي: أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب خطبة فقام رجل اسمه أو كنيته أبو شاه من اليمن فسأل النبي أسئلة وأمر أو طلب من النبي أن تكتب له الأجوبة، قال عليه الصلاة والسلام: اكتبوا لأبي شاه. وعلي رضي الله عنه سئل: هل عندكم شيء خصكم به الرسول عليه الصلاة والسلام؟ قال: لا، إلا فهما أوتاه الرجل في كتاب الله أو ما في هذه الصحيفة. السلام عليكم. أنا أتكلم بس. السلام عليكم. عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بالله عليك يا شيخ، أنا عندي سكن في القاهرة. بالله عليك يا شيخ. وسكن ثاني في الشرقية. وبعد؟ أروح هنا أو أرجع مكاني أقصر في الصلاة ولا إيه؟ تتم هنا وها هنا، لأن لك داران إقامة الآن، وبالله التوفيق. السلام عليكم. يسأل سائل عن شخص وجد مالا لكنه مال يسير ليس بالكبير، 100 جنيه في مطار القاهرة، ماذا يصنع؟ هل يعرفها لمدة سنة أو لا؟ أظن أن الذي يفقد 100 جنيه في مطار القاهرة لا يسأل عنها لمدة سنة، إنما يعرفها القدر الذي يظن أنه لن يأتي إليها أحد، والله أعلم، ممكن يوم ممكن سويعات، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. لو سمحت شيخ، في بس سؤال. واحد حلف يمين على زوجته عشان بيتها، بس قالها: بيتك لو طلعت من البيت تكون طالق بالثلاثة، للتهديد. نعم، لو طلعت من البيت تكوني طالق بالثلاثة. أيوة. كان يعني عصب خارج عن شعور، يعني اختاروا قول العلماء القائلين انه يكفر كفارة يمين ولا يقع طلاقه، والله اعلم. سائل يسأل قائلا: ما حكم تغميض العينين في الصلاة؟ أقول: لم ينقل ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل المنقول خلافه، أن النبي صلى ورأى الجنة والنار في صلاة الكسوف، فلو كان مغمضا لم يرها، وصلى ذات يوم وقال لعائشة: أميطي عني غرامك هذا، فما زالت تصويره تعرض لي في صلاتي، وبالله التوفيق.
السلام عليكم. السلام عليكم. الو شيخ، من فضلك اسالك سؤال. تفضلي. نعم شيخ، اني زوجي طيب مصرف، يعني مصرف البيت، واني من يمشي يشتغل، وهذه يعني ما اصرفه كله، فاقول له اصرفته كله، يعني هاي يجوز ترى له اصارحه بالحقيقه. لا لا ما فهمت، ما سمعت. هل يجوز للمرأة أن تتصدق من مال زوجها بغير إذنه؟ أقول إذا كان ذلك بالمعروف جاز. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا انفقت المرأة من بيت زوجها عن غير إذنه غير مفسدة فلها النصف والخازن النصف وللزوج مثل ذلك. السلام عليكم. السلام عليكم. تسأل السائلة سؤالا: هل من حق زوجي أن يعرف أين أنفق أموالي الخاصة الناشئة من عملي؟ إخباره من باب الأفضلية أفضل، لكن كلزوم ما دام مالك الخاص فليس له سلطان على مالك الخاص، والله أعلم. السلام عليكم. كيف حالك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله، نحبك في الله. والله أنا عندي سؤال حقيقة تعبني شوية. أحبك الله الذي أحببتنا فيه، تفضل. أحد الأخوة قال لي أن القرآن مثل الإنجيل الموجود حاليا، ما حكم هذا القول وما يترتب عليه في العقيدة؟ أرجو بسط المسألة حتى أفهم. أنا أعلم أن الإنجيل محرف الحالي، هل يحق لنا أن نقول الإنجيل والقرآن؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. أما إيماننا بالإنجيل جملة فواجب وفرض وركن من أركان الإيمان، وكذا إيماننا بالتوراة على وجه الإجمال واجب أيضا، لأن الله قال: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وفي الحديث: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. وقال تعالى في شأن التوراة: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور. وقال في شأن الإنجيل: وعيسى عليه السلام وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور. فإيماننا به على وجه الإجمال فرض لا بد من الإيمان به، ولكن قد أخبرنا ربنا تبارك وتعالى أن من أهل الكتاب يحرفون الكلمة عن مواضعه فنؤمن بالإنجيل غير المحرف، أما المحرف فلا. السلام عليكم. بعدين حضرتك يا شيخ، في أخت بتحب تودي من هدومها لأهلها تكون مش محتاجاها، يعني فزوجها بيعترض على كده، فهل من حق الزوج؟ حضرتك سمعني يا شيخ؟ ترسل ملابسها إلى أهلها. أيوه، هو زوجها بيرفض، ولو عرف، يعني هي ممكن تكون الهدوم دي هي مش محتاجاها، هو زوجها بيعرف بيرفض، ولو عرف ممكن يعمل معاها مشاكل. الملابس هي عفوا، الملابس الذي اشتراها الزوج أم الزوجة؟ لا لا لا، هي اللي شريتها، هي اللي شريتها من مالها الخاص؟ من مالها الخاص. فهل هو من حقه ان هو يتدخل في هذا الموضوع، او من حقه ان هو يعرف يعني هل هي ممكن؟ طيب عفوا، يعني هل الملابس هذه ملابس داخلية ممكن ان الزوج يعني يغار من اجل هذا ولا؟ لا 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 لا، هي ملابس عادية، لا ملابس عادية، ممكن مثلا عبايات تكون كنانة. اذا كانت ملابسها الخاصة فمن حقها ان تنفقها كيف شاءت بما لا يعود بالضرر على الزوج. بارك الله فيك. السلام عليكم. يسأل سائل يقول: إلى ماذا يشير اللبن في الرؤيا؟ اللبن فسره النبي صلى الله عليه وسلم بالعلم، قال: أتيت قدح لبن فشربته، ثم ناولت فضلي عمر بن الخطاب، قالوا: فما أولت ذلك يا رسول الله؟ قال: العلم. وكان العلم الذي أتاه عمر
رضي الله عنه: العلم بسياسة الناس، والله أعلم. يسأل سائل عن صحة حديث. السلام عليكم. السلام عليكم. كيف حالك شيخ؟ عليكم السلام ورحمة الله. طيب ما سألك سؤال يا شيخ. تفضل. في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: مدمن الخمر لا يدخل الجنة. الحديث الوارد في أن مدمن الخمر تحرم عليه الجنة حديث منازع فيه، وأرى ضعفه بارك الله فيك، وإن كان شرب الخمر كبيرة كما لا يخفى. السلام عليكم. ألو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ مصطفى. نعم. الشيخ مفروض في مسألة عايز باش نسألك فيها. تفضل. معناها إنسان كان ما يصليش وما يصومش معناها قبل. نعم. إنسان كان لا يصلي ولا يصوم. يصلي ولا يصوم؟ لا يصلي ولا يصوم. لا يصلي ولا يصوم. والآن ما اهتدى معناها كيف يقولوا صلي بعض على الإسلام وأصبح يصلي ويصوم. هل ترى فيه كفارة على السنين اللي فاتت ولا لا؟ عليه إعادة الصلوات التي فاتته والصيام الذي فاته عند جماهير العلماء، استدلالا بحديث: دين الله أحق أن يقضى. السلام عليكم. يقول: إنه اعتمر ونسي أن يصلي ركعتين خلف المقام حتى رجع إلى الفندق، ماذا يفعل؟ يصليها في الفندق، فمكة كلها حرم، وبالله تعالى التوفيق. السلام عليكم. ايه؟ نعم. بدي احكي مع الشيخ. تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام. الشيخ؟ نعم. معك عماد من لبنان. تفضل يا عماد. بدي اسألك سؤال. تفضل. معي مبلغ من المال. ها؟ بدي احطه ببنك. ها؟ وعندنا ما في غير بنك ربا. طيب بعدين شو حكمه هيدا؟ حرام. شو بنعمل؟ الفوائد الربوية حرام لا شك. بارك الله فيك. يسأل سائل عن حكم التسمي بصلاح الدين. لا بأس بذلك، من الأسماء الطيبة والأسماء التي تسبب تفاؤلا طيبا والحمد لله. يقول السائل أيضا: ما حكم من تسمي ابنتها ملك؟ الاسم جائز، وبعض العلماء يرى الكراهة. يقول: إذا جاء الشخص يسأل ملك موجود، تقول: لا، ملك غير موجود، أو يا ملك يا من بك وبك. هذا وبالله التوفيق. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم. أشارك مع حضرتك يا مولانا بعدين. تفضل. نفسي يعني حضرتك تكمل الإجابة للأخ اللي سأل عن المجني اللي هي الآف المطار. فحضرتك يعني ما بتكملش الإجابة، يعني يا ريت. لا أنا أكملتها، قلت لك أن الذي وجد أن الذي فقد 100 جنيه في المطار لن يبحث عنها لمدة سنة. فأنت تعرفها بالقدر الذي تظن معه أنه لن يبحث. يعني أنت إذا فقدت 100 جنيه في المطار هتذهب تبحث عنها كل يوم لمدة سنة؟ لا أظن. فالمهم أن أشياء لحظية ووقتية تعرفها يوما أو أقل قليلا أو أكثر قليلا حتى ينعدم، تظن أن البحث عنها قد انعدم. السلام عليكم. السلام. يسأل سائل يقول: أبي مات ووصى لأحد الأحفاد بوصية لا تتجاوز الثلث مع أن أباه سيرث، هل هناك وصية للحفيد؟ نعم، يجوز أن يوصي للحفيد بشيء إذا لم يقصد الإضرار بالورثة، وذلك لأن الحفيد ليس من الورثة.
الحفيد ليس من الورثة إذا في حالة وجود أبيه وأعمامه ليس من الورثة، فيجوز أن يوصى له بشيء. وبالله التوفيق. سائل يسأل يقول: أمه ماتت وكانت غضبان عليه وندم بعد وفاتها، ماذا يصنع لها؟ يدعو لها ويستغفر لها ويعمل لها أعمال بر وصلاح، ويعتمر إن استطاع عنها، أو يحج إن استطاع عنها. وبالله التوفيق. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم. ازيك سيدنا؟ الحمد لله. الله يبارك لنا في عمرك يا سيدنا، ربنا يبارك في عمرك. وياك، تفضل. لو سمحت، شقة في برج، فبسأل عن، هو بيقول لي هياخد فلوس يحطها وديعة للأسانسير والخدمات البرج يعني. هذه إذا كنت، إذا كان باستطاعتك البعد عن هذا ابتعدت، وإلا فأصبحت مما تعم به البلوى. في المدن الجديدة يأخذون رسوما مثل هذه ويضعونها في البنوك، هي لا تجوز إلا عند الاضطرار. وفقك الله. هذا وإخواني وفقهم الله لكل خير يشيرون إلى انقضاء الوقت، فأسأل الله أن يبارك فيهم وفي قناتهم، وأن يجعلها دائما وأبدا قناة مباركة ميمونة حاملة للواء الحق داعية إليه. بارك الله فيها وفي أصحابها والدعاة فيها والمشاهدين لها والمشاهدات. هذا، وأسأل الله أن يحفظ بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء، وأن يدحض أهل الكفر والبدعة والباطل أينما يكونون وحيثما يكونون. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.